الحمد لله. طبعا يمكن ظروف مرينا ظروف استثنائيه قبل اللقاء او قبل البطوله بشكل عام، حاله تجمع مش موجوده، حاله استقرار مش موجوده بعدم انضمام اللعيبه الدوليه، مش اللعيبه الدوليه بس، حتى اللعيبه اللي في منتخبات اخرى، اصابات متلاحقه قبل اللقاء او قبل البطوله بشكل سريع. واحنا بنعمل القائمه، كنت انت موجود معانا ومعاشرنا يعني لحد الساعه 12 يوم 3 للمباراه يوم 5، انت مش عارف الاجواء عامله ازاي، اتصالات بالمنتخب على طول، كان عمرو سوليه طلع بمباراه الكاميرون لو تتذكر بين الشوطين، فمهم جدا ان احنا نتواصل مع عمرو يعني الحمد لله على كل شيء. لكن كل ده يعني بيأكد الشخصية اللي الواحد بيتكلم عليها على طول، يعني مباراة مونتيري غيابات 14 لعيب ومع ذلك جمهور بشكل ده والإحساس ده والمسؤولية دي اللي جاي، وعارف كويس قوي قوي انه غايب منه 14 لعيب لكن جاي بيشجع فرقة، بيشجع نادي، بيشجع فانيلا، مش بيشجع مين اللي موجود في الملعب. فدي كانت نقطة الانطلاق ونقطة الفوز واللي ادت للعيبة ثقة شديدة جدا رغم الغيابات ان احنا كلنا هنوصل الحمد لله. النهارده بتلعب، قبل من النهارده كنا عندنا طموح ان احنا نوصل لنقطه ابعد، كنا عندنا طموح ان احنا نحقق مركز اعلى، لكن برضو النهارده مباراه للتاريخ الصراحه، بنقابل الهلال السعودي بقيمته ومكانته، زعيم الكره السعوديه، زعيم الكره الاسيويه، فرقه كبيره طبعا، عارفين احنا جايين نلعب مين، عارفين كمان الحاجات دي بتبقى ليها حاجات تاريخيه يعني ما بتتكررش كتير. الحمد لله من اول ثانيه قلنا ان احنا عايزين نركب اللقاء من اوله بلغه الكوره، من الثانيه الاولى من اول السنطره احنا دخلنا اللقاء قبل اللقاء ما يبدا، يعني حاله التركيز تحس انها كانت موجوده قبل اللقاء ما يبدا، ما كانش في حته جس النبض ومين يرجع، لا انت فرضت كلمتك، فرضت اسلوبك، وده اللي ادانا الافضليه الحمد لله. لما ما تكسبش اللي انت عايزه ما تخسرش كل حاجه، دي حاجات ممكن تبقى مهمة ان انت توصلها. يعني احنا جايين كان نهمنا ان احنا نروح لحاجة ابعد، مع كل، انا بحكي لك على حاجة وبقول لك على حاجة، مع كل الصعوبات والازمات اللي احنا مرينا بيها، بس برضو طموحك وسقفك ما بيقفش. لما وصلنا للنقطة ديات اللي هي قبل الاخيرة في البطولة اللي هي الثالث والرابع، يعني مع لقاء ديربي عربي تمام، يعني صعب مش سهل، بقوة جماهيرك واستعدادهم وتركيزهم وحالة استعداد ان هي كمان عايزة تكسب يعني، فبيدي للمباراة دوافع كويسة الحمد لله على كل شيء. خلينا نقف عند النقطة ديت، عندنا لقاء بعد 5 أيام مع الهلال السوداني، اتفرجنا امبارح على مباراة الهلال السوداني وسان داونز، الهلال السوداني اختلف خالص خالص، يعني واضح ان معاهم مدرب كويس برضو بيحفظهم بشكل كويس، بينقلوا الكره بشكل كويس، عاملين نسبه استحواذ كويسه جدا في مباراه سان داونز امبارح، جابوا جون في الدقيقه ممكن يمشي كده وكده يعني، لكن بوندو كان حكم اللقاء، حكم البتسواني ما حسبش هدف، يعني ممكن كانت تبقى 1-1 النتيجه. فاحنا رايحين نلعب مباراة كبيرة جدا مع فرقة الهلال السوداني، نبدأ إن شاء الرحمن البطولة والمجموعات بشكل كويس إن شاء الله. شكرا حبيبي.